أصدقائي الأعزاء، صباح الأنوار، صباح السرور، صباح الصباح على عيونكم الحلوة وعلى قلوبكم الطيبة. حديثنا بمشيئة الله لهذا الصباح من قناة صوت الإنسانية، من القلب إلى القلب، بعنوان غبرة ببيتها ونادرة لغيرها. أخواننا الأعزاء، قبل أن نبدأ بالموضوع، كل الاحترام والتقدير للسيد رئيس مجلس الوزراء المهندس الأستاذ محمد الشياع السوداني. نقول له يا أبو مصطفى، تذكر أحاديثك من كنت بمحافظة ميسان، من كنت بالزراعة، من كنت تقعد ويا الناس اللي بسنك وأصغر منك وأكبر منك، إيش كنت تحكي وياهم وتقولهم المفروض فلان شي يصير والمفروض فلان شي، يعني تتكلم كلش هواية. ومن صرت محافظ ايضا ومن صرت نائب بالبرلمان هواية كنت تتكلم، وروحك الوطنية العالية كانت ما يعلى عليها صوت نهائيا. حقيقة صوتك الوطني ما كان يعلى عليها صوت ابدا، ولكن للأسف الشديد من صرت نائب، من صرت رئيس مجلس الوزراء، كل هذا انتهى وصار غير شيء. يعني للأسف الشديد اقول لك، يعني الآن أنت أقول لك أصبحت مكروه جدا جدا، يعني خاصة الشيعة قبل السنة وقبل الأكراد، ما حد يحبك حقيقة. إحنا بالشارع نحضر أعراس وفواتح ومناسبات واجتماعات ونسمع الناس إيش تتحدث عليك، ما حد قابل عليك. هو العراقي شي يريد، بس أريد أفتهم، العراقي شي يريد؟ يعني سواء ابن ميسان، ابن الفلوجة، ابن الرمادي، ابن كربلاء، ابن النجف، ابن كل المحافظات، شو يريد العراقي؟ يريدك تزوجة وحدة ألمانية ووحدة أمريكية ووحدة فرنسية؟ لا، ما يريد هيك. يريد ثلاث أشياء، يريد منك التعليم، السكن والتعليم والصحة. لا سكن عند العراقي، سكن ما عند العراقي، زين، كل سكن ماكو سكن، نادة تدفع أجار الموظفين وغيرهم، زين، سكن ماكو. بعد شنو؟ الصحة أنت تدرب بضعيتها الكثيفة، صحة ماكو، تعليم وصحة وسكن، ولن ثلاثة ما موجودات، زين. وهذا العراقي شيء العراقي إيه. هذا العراقي يا أخواننا الأعزاء، هذا الشيء اللي يريده العراقي، وأنت ما وفرت هاي نهائيا. نجي الآن على التبرع 1%، ما من حقك أنت تفرض علي التبرع. فلسطين، غزة وحماس سألتك لما سوت هجوم بسبعة أكتوبر؟ سألوك؟ لا، اخذوا رأيك. قالوا لك شنو رأيك؟ لا. وقف اطلاق النار هسه أخذوا رأيك؟ لا. لبنان أخذت رأيك؟ لا. فكله لا لا، يعني لبنان ما أخذت رأيك، ولا غزة أخذت رأيك حماس. أنت شنو تفرض علينا تبرع؟ شنو تفرض علينا تبرع؟ هذا كله حرب، هذه يعني ما أدري شو أقول لك، حرب عبثية. يعني صارت حرب عبثية. حزب الله، خلي نقول بكل صراحة، واللي يزعل خلي يزعل، حزب الله هو اللي يدمر الجنوب، هو اللي يدمر الشعب اللبناني، هو اللي لازم يتحاسب ويتحاكم. أيضا يتحاكمون قادة حزب الله اللي سووا الحرب وطلعوا خسرانين، زين، ويتحاسبون أيضا حماس، تتحاسب أيضا اللي دمرت غزة وشعب غزة. شنو اللي حصلوا؟ ما يصير يا أخي هيك، ما يصير، والله ما يصير على هاي التصرفات. إلوش إحنا ندفع، إحنا إلوش ندفع من رواتبنا؟ من اللي يستاهل؟ كلهم ما يستاهلون بدون استثناء، زين، بدون استثناء نقول ما يستاهلون، ولكن لا حول ولا قوة إلا بالله، زين. الشعب بدأ يكرهك، خل خصم التياها بالعربي الفصيح، الشعب بدأ يحكي عليك وما قابل، الشعب كله يتكلم عليك وما قابل على هاي تصرفاتك.
يلا يا اخوان خلي الناس تنتقدنا وتحكي علينا. هسه نقول لكم مع الف سلامه وعاش العراق.